مساء الخير مشاهدينا حول العالم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج حلقة نقاش. ضيفنا اليوم هو شخصية رياضية ولكن تحليلية، بدايته في الصحافة المصرية كانت من خلال جريدة الأهرام المسائي. بنرحب بك معنا سيد أسامة. أهلا بك. في البداية حدثنا عن بدايات أسامة خليل، يعني في عالم الصحافة تحديدا. في عالم الصحافة، اوكي. طيب انا خريج كلية اعلام جامعة القاهرة وفات 87. خلصت قبل ما اخلص الجامعة كنت بشتغل في روزا اليوسف، ثم صباح الخير، ثم اخر ساعة، ثم عملت لفترة طويلة في مجلة الشراع اللبنانية، وفي الوقت ده ما كنتش بعمل في الحقل النقد الرياضي او الاعلام الرياضي. ثم سنة 90 انتقلت، رحت الأهرام، عدت مرة أخرى للأهرام لأن كنت واخد أجازة سنتين، ولكن عملت في الأهرام الطبعة الدولية وكرئيس للقسم الرياضي في الأهرام بالطبعة الدولية اللي هي بتنزل في أمريكا ولندن وباريس وحاجة كده. ثم استمر الأمر من ثلاث سنين، اخترت رئيس تحرير لبرنامج الرياضة اليوم في قناة دريم وأنا قاعد قصادك. لماذا اتخذت قرار بالابتعاد عن الأخبار والسياسة والاتجاه إلى الرياضة؟ اكتشفت إن في سقف مش هتعديه، ده جزء. الجزء التاني، أنا طبيعتي مختلفة لأن أنا ما بعيش حاجة بتأثر بيها قوي، فأنت لما تشتغلي بجد في العمل في متابعة الأخبار الصحفية الخاصة بالشأن العام في مصر في هذه الفترة كنت تتعبي، يعني لو أنت هتتأثري هتتعبي. كيف ترى التحليل الرياضي في مصر الآن؟ ما تقدريش تفصلي حاجة عن ظروفها أو عن مجتمعها، يعني أكيد. ما تقدريش تقولي إن في تحليل كويس وما عندناش رياضة كويسة. ما تقدريش تقولي إن في كورة كويسة أو كورة بقت كويسة والمحلل وحش، أو المحلل كويس والكورة وحشة. يعني المناخ كله مرتبط، أو العوامل كلها بتبقى مرتبطة ببعضها. أنا رأيي التحليل ضعيف جدا في مصر، يعني هم يعني اللي بيحللوا هم اثنين ثلاثة أو خمسة ما يتعدوش على أصابع اليد اللي هم بيفهموا في الكورة. إنما أنا رأيي ارتقاء مستوى التحليل مرتبط بارتقاء مستوى الكورة. كيف ترى وتحلل ثورة اللوتس؟ ثورة اللوتس، ثورة 25 يناير تطلقون عليها 25 يناير. بصي، يعني ما عشان انت زي النظام السابق، انا اما واحد يجي يتكلم في الفساد تقول له انت بتتكلم في رأي، ما تكلمش في الفساد، اوعى انت غلطان، مش قصدي يعني بهزر. فبقول لك كان قبل كده، عشان بنتكلم على ثوره 25 يناير، منعين الناس من ان هي تتكلم، وكانوا شغلينهم بالكوره وسايبين الفساد. الفساد فضل يزيد 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 لغايه ما وصل هنا. خلاص كان طبيعي جدا ان فجاه الناس تصور، وانا رايي الناس صارت، بس النظام كان ظريف قوي، وقع بسهوله جدا هذا النظام. ليه؟ لانه النظام هش ولا يقوم غير على مصالح طبقه صغيره جدا هي الاستاذ جمال مبارك والمجموعه التي حوله. هل نزلت الى ميدان التحرير اثناء الثوره؟ يعني بصي، في دلوقتي مصر كلها كل واحد تيجي تساله يقول لك اصل انا ما كنت في ميدان التحرير. أنا رأيي يجب أن نقيس الناس بمواقفهم ما قبل 25 يناير. ويتشاف أسامة خليل هو كان موقفه إيه في محاربة الفساد في الرياضة وفي السياسة وفي نقابة الصحفيين في العمل العام داخل أو العام النقابي داخل نقابة الصحفيين، ثم علشان نقدر نقول هل كان بيعمل ده ولا ده فجأة هيدعي ده، لأن في ناس كتير بتدعي. يعني اذا كنت هتحكي لي على الواقع اللي انا اقول لك عليها، ان انا يوم 25 يناير كنت في الجرنان وفضلت للساعه، لان انا كنت صاحي الصبح وقلت لمراتي احنا بنقف كتير فاحنا تعبنا، فانت فكره خلاص بقى، ما بقاش في حاجه بتحصل. لدرجه ان انا من سنتين او من ثلاث سنين توقفت عن الكتابه تماما، توقفت تماما، لان انا حسيت ان حتى الكتابه بقت بتتعبني وانما ما بتغيرش، مش عايز تتغير. لان المشكله مش بس في النهايه، مش في اللي بيحكمه، اللي بيحكمه ما بقاش مش فارق معاهم اللي بيكتب، والمحكومين
ما بقوش بيأثر فيهم اللي بيقروه. إذن أنت مع الثورة ولكن طبعاً لم تنزل إلى الميدان؟ لا طبعاً. وترى أن هذا ليس هو المقياس؟ يوم 25 يناير، ودي حاجة مهمة جداً، إن مش الناس اللي طالعة دي ناس مثقفة جداً، شباب فعلاً، شباب واعي جداً، شباب فعلاً لو عنده الحد، مش الحد الأدنى، ما فوق الحد الأدنى بكثير من الحياة الكريمة، أغلبهم من شباب الجامعة الأمريكية وشباب الجامعات المصرية المثقفين جدا. أنا استغربت الناس دي ما بشوفهاش. هل أنت ممن يعتقدون أن كانت هناك أجندات خارجية في هذه الثورة؟ بس في حاجات ما نقدرش نحكم عليها تاريخيا، خلي التاريخ يحكم على ده، ولكن خليني أقول في الواقع ده إحنا قدرنا نغير نسخة نظام، نسخة رأس النظام، ولكن حتى الآن لم نستطيع أن نسقط النظام بالكامل. البعض قال، جميع وسائل الإعلام المصرية قالت في وقت الثورة المصرية أن إسرائيل لها يد في إشعال نيران الثورة في مصر. هل كنت ممن يصدقون هذا؟ بالطبع لا، يعني بص الإعلام الحكومي عندنا يعني طبعا وداء خرجت من الإعلام الحكومي. نعم. وانت بالعقل كده بالمنطق، اذا اعملنا المنطق في اي كلمه بتتقال لنا، اذا كان الاعلام الحكومي ده اللي بايع الغزل لاسرائيل، تفتكري ها هيبقى الان ليه او هيفهم شعبه ليه ان اسرائيل السبب؟ مش ده راجل بايع غزل لاسرائيل؟ طب ده ايه اللي مضايقك؟ يعني انت كراجل في الاعلام الحكومي ايه اللي مضايقك ان اسرائيل بتعمل كده؟ ما هو ده كويس، ده اصدقائك. فانت انت تلوم اصدقائك، ما تلومش الشعب إذا كانوا أصدقائك. إنما طبعاً دي دعوات كتير زي ما قالك أصل بيدوم كنتاكي وتكة وأصل بيأكلهم معرفش إيه. لأ، اللي ماتوا شهداء بجد يوم 28 يناير، اللي خرج الشعب بجد، الناس قالت آه بجد، الناس كانت تعبانة، فده ثورة شعب. ولكن حتى هذه اللحظة هذه الثورة لم تكتمل. رحل الرئيس مبارك وحياشيته، ولكن لم يرحل النظام، ما زال النظام قائم. علشان كده الناس حاسة بأنها تعبانة. هل تقبل بفتح معبر رفح في ظل الأزمات والأوضاع الراهنة في مصر، أم أن زمن الحكمة قد زال مع زوال حكم مبارك؟ يعني هو فكرة الأوضاع الراهنة، مش عارف هو ايه اللي عيب في الاوضاع الراهنه. هل ترى هذه الخطوه خطوه حكيمه؟ بس احنا فضلنا قافلين معبر رفح، فالناس عملوا انفاق. احنا ايه 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 يعني؟ لماذا نبقى احنا كمان بنمارس القهر على شعب تاني؟ يا اخي ملهاش علاقه العروبه. شعب يعيش على الجوار ساعده الطبيعي، ايه المانع؟ فايه المانع ان انت تفتح معبر يجي اهلا وسهلا؟ مش صدقيني، مش فيش فكرة الإرهاب والإرهابيين، هم اللي صنعوا الإرهاب، هم اللي صنعوا الإرهابيين. أسامة خليل مع أو ضد التطبيع مع إسرائيل؟ ضد التطبيع شكلا ومضمونا. بص في حاجة أساسية مع إسرائيل أو غيرها، إذا كان هناك دولة أو على الأقل شخص بيقهرني، فأنا مش هقبل أتعامل معه إلا عندما أكون أنا وهو على نفس الطاولة وعلى نفس المستوى. هذا اعتراف أن العرب أقل ثقافة وقوة طبعاً من الإسرائيليين؟ طبعاً هم قزموا نفسهم. طبعاً العرب في آخر في, 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 في حكم رؤساء زي الرئيس المبارك قزموا. مصر اتقزمت والدول العربية قزمت. إحنا أنا ما بقولش بس أنا ضد فكرة الحرب، خلاص يجب نتفق إن خلاص. إذن لماذا لا تقبل يمكن تطبيع؟ يمكن أن نتعايش. أنت قلت لي لماذا لا أقبل التطبيع؟ نعم، عندما نكون على قدر المساواة. ما ينفعش انت تقولي لي اسلم عليكي او انا اجي اتظاهر معاكي وانت معاكي سلاح وانا جاي. هما معاهم السلاح النووي، انا بقولش يبقى معاهم سلاح نووي، بس على الاقل ما يبقاش معاهم سلاح نووي، لان ده حتى في التفاوض مش طبيعي. التطبيع مفعل على مستوى اقتصادي، على مستوى سياسي. هل ترفض تفعيل التطبيع على المستوى الرياضي والمستوى الشعبي؟ بصي انا طبعا ارفضه عن شخصيا ارفضه شكلا ومضمونا،
لان انا اساسا في مبدا اساسي يتحقق انا ما عنديش مشكله في التعايش. اذا السلام بين مصر واسرائيل او التطبيع مع اسرائيل على المستوى الشعبي وان تصبح هناك علاقه طيبه تجمع بين المواطن الاسرائيلي والمواطن المصري يتوقف الى ان تعيد مصر بناء نفسها؟ لا تعيد. او ان تكون مصر في نفس قوه اسرائيل؟ لا تعيد مصر بناء نفسها. عندما تعيد مصر بناء نفسها سيتم اعاده بناء توازن القوى. عندما يكون هناك توازن قوى خلاص ما عنديش مشكله. انما اما انا بقى بتقولي لي بقى في يعني في الخلفيات السياسيه وفي الكتب السياسيه والدينيه الدينيه المفتعله لدى الكيان الاسرائيلي او الكيان الصهيوني هو باني كل تصوراته على العداء للعرب. فانا ما اقدرش النهارده بالظبط النهارده هذه ليست حقيقه على الاطلاق. على فكره على فكره انا عايز اقول الشعب الاسرائيلي يعشق الشعب المصري. انا مش أنا يتابعون الرياضه المصريه، يتابعون الفنون المصريه. ده شان يخصهم. انما انا شخصيا واعتقد على فكره وده على المستوى الشعبي النهارده اما اجي نيجي نفتح قضيه دكتور يوسف والي وانا اكتشف ان جزء كبير من المبيدات التي دخلت مصر في عهد الرئيس مبارك جاءت من اسرائيل وان اغلب هذه المبيدات اصابت المواطنين بالسرطان. اذا هو كان رجل عميل. انت كيف تقبلي مني التعامل؟ يعني حتى فكره يا اخي طب انتوا علاش قدموا حاجه يعني اذا كان النظام مبارك خلاص قرر ان يتعامل معكم وانتوا بتحبوه وهو بيحبكم طب قدموا له حاجه يقدر يقول لشعبه ده احنا حتى التكنولوجيا بتاعت الشعب الاسرائيلي هو شعب متقدم وشعب ديمقراطي خلي بالك يعني عشان هي بلد ديمقراطيه مهمه جدا نعم يعني يجب مش بقول يجب تجاوزتنا بمراحل. اذا اتتك فرصه لرئاسه جريده رياضيه او قناه رياضيه اسرائيليه تقبل ام ترفض؟ ارفض طبعا. لماذا؟ ولو بمليار جنيه. لماذا؟ انا من الناس اللي تربوا من الناس تربوا على القومية العربية وعلى ان احنا هذا الشعب او اسرائيل مارست علينا نوع من القهر لا نقبله في حروب كثيرة وانها اغتصبت ارض ليست من حقها. وانا زي ما قلت لك في الرياضة انا مشكلتي مش قضية انت بتقولي تحارب الفساد وانت بتتكلم في الكورة لان انا ما بحبش حد يهضم حد. اذا وجهت لك دعوة أن تشارك في حوار تقول فيه رأيك فيما يخص مصر على قناة إسرائيلية في برنامج يعرض للجماهير الإسرائيلية سأرفض. إذن لماذا أنت معنا؟ لأن أنا ما أعرفش أن دي قناة إسرائيلية. أنا تقال لي أن دي قناة فرنسية. هل دي قناة إسرائيلية؟ نعم وهذا برنامج إسرائيلي يعرض للجماهير الإسرائيلية. يبقى أنا آسف أنا مش عايز البرنامج ده يتعرض. مش حضرتك قلت اللي هيجي من ورايا غير سكين ومد ايده بالسلام وسلم عليك. انا جاي في وش حضرتك اهو من غير سكينه وسلم عليك. اه اهلا بيك. لا ايه؟ لا مش فاهم. لا انا شايف كده ان هذا الامر دي واحده بس دي واحده بس دي واحده بس الامر ده داخل في مراحل في نوع من التلاعب. ده تلاعب. لماذا؟ ده تلاعب لان انا جيت على اعتبار ان انا جاي قناه فرنسيه. اذا قلنا لك سيد اسامه انه هذه قناه اسرائيليه سارفض لو سمحت. كنت سوف ترفض ان تاتي. انا اسف. لا مش عادي انا بسال سؤال معلش يعني. انا مش داخل في ديبيت ولا نقاش مع اي حد. انا مش هدافع. انا بعتذر. لا انا لا كده انا كده لحظه استاذ اسامه بليز. لا 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 نحكي ويلي بدك اياه بيصير اذا ما بدك زي الحلقه ما بنذيعها. لحظه الحكم بعد المزاوله. صح يا مصري يا عم. تفضل تفضل منى عبد الوهاب اتفضل. احمد عمرو المنفرد عمرو علاء وكلنا مصريين وطنيين ومسلمين وموحدين بالله. اتفضل سلم عليا بجد المره دي. سلم بقى احرجت شكله احرجت. لا برضه مش مصدق. لا والله العظيم. لحظه الحكم بعد المزاوله الختام. مش مصدق. لا والله انا مالي. لا جميل ظريف مش عارف انا مش عارف مدى وطنيتك بس اقسم بالله. لا مش
افرض انا حاجه انا بتكلم كنت مبسوط صالح وكان معانا على التابلت. لا لا اتفضل اتفضل. ايه نكمل الحلقه؟ مش كنا بنتكلم؟ مش كنا بنتكلم دلوقتي؟ اتفضل اقعد. لا وعايشه وسياسي محترف ورياضي محلل رياضي محترف اقعد. لا بطيقكم الاول. لا بطيقكم والله العظيم. والله العظيم مصريين. والله مصريين. لا بص عليها طبعا. لا 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 طبعا شوية. لا حتى اقسم بالله من مرة حالك حالك كده الكوز الكوز ما ضربتكش. لا حكمتك هيك بدي ايدك ايه بس. لا مبدئيا انا كنت هخرج من هنا هبلغ المخابرات العامه. ما بهزرش. قلت لهم انا قلت لهم هيطلع يبلغ عننا دلوقتي. مش بهزر. ملقاش حل. لا في حاجه غلط. مقلب حلو عجبتني فيه اماندا اللي هي كلمتني. عجبتني فيه المذيعه اللبنانيه اللي انا عايز اقول لبنانيه مصريه. ها عجبني فيه عمرو الفرحان ملوش حل ملوش حل. لا ومدد ايديه. وبعد كده انا انسانيا متضايق انسانيا متضايق ان يعني في واحد بيمدي لي ايديه ومش هسلم عليه. انسانيا بتكلم يعني بغض النظر عن ديانته ايه عن جنسيته ايه بتضايق انسانيا. انما في الاطار ده لا ده انا لا. وفي البتاعه بتاعته وشكله برافو عليه انفعلت وانا كنت بتكلم بجد. هيطلع كلام بهزار ازاي مش فاهم يعني. الله يسامحك. طب ليه عملت نفسك متفاجئ لما قلت لك دي قناه اسرائيليه وبرنامج اسرائيلي؟ لا ما عملتش نفسي متفاجئ. انا فوجئت. انت قبل كده كل ده ما كنتش حاسس؟ لا كنت شاكك بس. لا في الجزء بتاع اسرائيل انا شكيت خلاص ده موضوع مختلف. لا 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 شكيت. فانا بقى قررت. انت فاكره ان انت انا مش متضايق ان هو انزع في فرنسا انما انتوا بتتكلموا على اسرائيل. لا نوريكم الوش التاني احنا بنكرهها ازاي. في مشاكل عندنا مشاكل عندنا. بعد كده لقيت واحده بقى ده انت بتدافع على اسرائيل اكتر من اسرائيل. انا شكيت فيك. انت شوف انا معجب بيكي وانت انسانه جميله وحلوه. زعلت جدا. ده انت متبنيه وجدت خساره. طلعت اسرائيليه بالظبط كده. خساره طلعت عميله. هو دي طلعت لا بتتكلم ولا ونروح نفاوض اسرائيل عشان نديهم غاز ايه ونلت ايه. مبسوط جدا ان في ناس لسه بتفكر في مصر واحنا ناس جامدين قوي وعندنا افكار كويسين قوي. والشعب ده والشباب اللي واقفين ورا الكاميرا دول والله فعلا احنا عندنا طاقة بشرية جبارة. لحظة ايه تاني؟ مشاهدينا ضيفنا تزاول المزاولة كان ضيف طيب جدا جدا. كان ضيف بيفتح قلبه بسهولة قوي. حسن النية عنده كان عالي قوي. لكن برضو هنقول له ما تبقاش طيب قوي كده وبطل تشحن الناس على الأهلوية. نشوفكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد ومقلب جديد والحكم بعد المزاولة. الاسئله كتير. اسرائيل احنا جايين اسرائيل. اسرائيل ايه وانت على تسبحيها؟ قلت فرنساويين استفيد منهم حاجه ده سمسم. عشان كده الاخ ده ممكن اضربه. فالميكنج ده فكره ان انت تقعد تعمل ميكنج ماشي فكره حلوه انا معجب بيها. لا مزاوله ايه الحكم بعد المزاوله؟ من غير مزاوله. بس برافو عليكم.